السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، شاهدوا ماذا قال هذا اللبناني عن الجزائر، تابعوا معنا هذا الفيديو. حبيبي انت بعتقد انك من الجيل الجديد، انت اللي ما بتعرفه واللي هو انا عشته. لما واحد يخلق بجو حرب ويكبر بجو حرب، الطفل بيوعى، الطفل اللي بيعيش بجو حرب بيوعى اكتر من غيره واسع من غيره بكتير. بعمر 8 سنوات انا بذكر هالحادثة كأنها هلا، كان عمري 8 سنوات، هيدا الحكي بسنة 96، كان في حرب اسمها عناقيد الغضب، فيكم تفوتوا على جوجل وتكتبوها وتشوفوا شو صار على لبنان وعلى جنوب لبنان تحديدا. وقتها جنوب لبنان كان جزء منه محتل. بعد الفترة كل الدول العربية قدمت مساعدات للبنان، ولكن في دولة تميزت عن غيرها بموضوع انه كانت تروح على الاماكن الساخنة من الحرب، يعني تروح بالاماكن اللي كتير صعبة وتمرق شحناتها من هديك الاماكن لتوصل مواد الغذائية للمدنيين، وهي الجزائر. الجزائر بالنبطية، بمنطقة النبطية كانت عم تعمل اغاثات، وكان في عندها قافلة من 12 شاحنة تعرضت لضربة جوية، تعرضت لضربة جوية وراح ناس من شبابها، من 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 افضل شبابها لاجل جنوب لبنان. البيان الجزائري بتعرف شو قال نهارها؟ الان نواسي الشعب اللبناني فقط، لا طلع قال نحن عملنا وسوينا واكلنا، ابدا، قال نحن هلا عم نواسي لبنان. يعني بما معناه انه هالشباب اللي راحوا هن فداء للقضية العربية بوجه عدو عم بيضرب كل العرب وعم بيهاجم كل العرب ومحتل جزء اساسي من الاراضي العربية، جزء مقدس. شفت كيف كان البيان؟ بعدك بتقلي انا ما مش متذكر، مش ضروري انت تتذكر، مهم نحن نتذكر. يعني اذا انت منك عارفين انا عم عارفك هلأ.